النهارده الاهلي والزمالك، الزمالك بيكسب باسيست ليوسف اسامه نبيه، الاهلي بيكسب باسيست من زياد طارق، وبدا الفرقتين يشغلوا الشباب او يطلعوا الشباب اضطراريا، يعني ما كانوش بناء على رغبتهم الغيابات تخليهم يلعبوا. دلوقتي بقى شايفين حقيقي وحرفيا ان احنا عندنا شباب وناشئين كويسين، رغم ان احنا كنا الفتره اللي فاتت دي كلها بنقول انه يا جماعه قطاعات الناشئين فيها مشاكل وان احنا ما بنطلعش لعيبه ناشئين، يبدو كده انه هي كانت بتبقى قرارات مدربين مش اكتر يا كابتن داي، رايك ايه؟ خد بالك انه الناشئ اللي بيطلع وبيلعب في تحت ضغط او زي ما انت بتقول قرار اضطراري ويظهر بشكل كويس، هو ده اللي انت هتقدر تعتمد عليه السنين قدام. صح. طبعا لما تبقى عمليه منظمه وداخله في اطار تنظيمي بتدخل في اللعيب الصغير في وسط مجموعه، بس ده لما يبقى عندك مسابقه منتظمه وتبقى عندك كل حاجه منتظمه ما تبقاش مضغوط وما تبقاش، لما تبقى الامور ماشيه كده والفرقه ماشيه بانتظام وكل حاجه فايقه واللعيبه الكبيره فايقه بتدخل في وسطيها واحد واثنين وثلاثه على فترات. لكن اللعيب الصغير دلوقتي اللي زي اللعيبه اللي بتلعب في اللي لعبت في الزمالك ولعبت في الاهلي، عشان انت مضطر تحت ضغط وظهور اللعيبه دي بمظهر كويس، انا بعتقد انه ده انسب وقت للعيبه دي. انسب وقت انهم يعبروا عن نفسهم احنا بنلعب تحت ضغط واللي حوالينا مش في احسن حالاتهم، اللعيبه الكبيره مش في احسن حالاتهم وبنظهر وبنبقى مؤثرين وبنظهر بشكل كويس، انا بعتقد ان ده مكسب للنادي ودي حاجه كويس، عكس لما تبقى عمليه منتظمه عمليه التصعيد. صحيح. عمليه التصعيد المنتظمه محتاجه مسابقه منتظمه، مش ما ينفعش انها تيجي والفرقه فايقه كلها، ما يعني هتاخد وقت. رغم ان ده بيبقى احسن للناشئ ان كل اللعيبه الكبيره الخبرات اللي حواليه كويسه يخش في وسطيهم، لكن ده مش متوفر ليه دلوقتي. صحيح. الزمالك عنده ضغط اصابات وتجديد عقود، والاهلي عنده ضغط اصابات، فانت بتدفع باللعيبه دي في الظروف الصعبه دي ومعظم اللعيبه الخبرات مش في فورمتهم بشكل كبير جدا ويظهروا بشكل كويس، فانا بشوف ان ده نجاح للعيبه دي واتمنى انهم يستمروا لان الاستمراريه مهمه جدا. مظبوط. مهمه جدا. صحيح. رحيل بيتسو موسيماني عن النادي الاهلي يؤثر ايجابيا ولا سلبيا على الفريق؟ والله هو حاجتين، يعني بيتسو عمل حاجات كتيره كويسه مع النادي الاهلي، طبعا مدرب كويس ومدرب كبير، كان في اختلاف وجهات النظر في طريقه الشغل وطريقه الشغل. هتقول لي طب ما هو خد بيها بطولات. لا، بتبان على اللونج ران، ما تبانش على طول. انت واخد بالك، بيجي عليك وقت بتحتاج الريزيرف، بيجي عليك وقت بتحتاج اللعيبه الصغيره، بيجي عليك وقت تلاقي الشوط الثاني بدل ما انك واقع، فالمسطره دي ما كانتش ماشيه الى حد كبير في عشان كده النتائج بتبان في الاخر. النتائج بتبان في الاخر، المكسب ساعات بيبقى موجود وانت مش كويس. للتوفيق معاك للحاجات دي كلها، لكن عمر البيزك نفسه ما يستمر على طول معاك وانت مش عامل كل الواجبات. صحيح. لا، لازم هتيجي في وقت هوب يحصل الدروب، والوقت اللي حصل فيه الدروب مشي فيه موسيماني. فلكن هو ما له عمل حاجات كويسه وخد بطولات مع النادي الاهلي، واعتقد ان هو استفاد من الفتره اللي كان موجود فيها في النادي الاهلي، والنادي الاهلي استفاد ببطولات قيمه برضه في وجوده، لكن هنا خلاص كات ونبتدي نشوف اللي جاي. هي اسوا ما فيها انها فوزت الموسم. دي ابوخ حاجه للفرق الكبيره انك تمشي او يمشي مدرب في وسط الموسم، لانك انت عمليه التعاقد مع مدربين دي مش سهله. صح. مش سهله اطلاقا. صح. مش سهله. صح. ولما لو جبت حد كبير جدا ومدرب واعي جدا وفي وسط الموسم مع شكل المسابقه مع شكل الماتشات دي، ممكن يبان انه أسوأ مدرب في العالم. صحيح. انت واخد بالك، لانه مش هيلحق يشتغل ومش هيلحق يحط. طب انت النهارده انا بشوف ان الاهلي عنده بدن، هتعليه امتى البدن دي؟ استحاله عندك وقت ولا مساحه في التمرين حتى لسامي قمصان نفسه. صحيح. انت واخد بالك، استحاله هتلاقي المساحه، فانت ما عليك انك انت تجهز مجموعه وتعمل الروتيشن وتجهز مجموعه وتريحها وبعدين تدخل اللي بعديها وتدخل لحد ما توصل لمعدل ده هياخد له خمس ست ماتشات. فخمس ست ماتشات دول تكسبهم زي ما انت باي شكل. صحيح. باي شكل. صحيح. صحيح.